بناخذ اراء ضيوفنا سريعا في هذا الموضوع. فيصل، امس سمعنا رايك بالمجمل، وكنت تقول انه ابغى لاعبين خبره، احرش عليك الجدد، عارف، كنت تبغى لاعبين الخبره يرجعون، وتحديد حددت ياسر قحطاني وحسين عبد الغني. بصراحه اللي صار بعد الحلقه حديث كبير من الجماهير، خلينا نقول في تويتر مثلا، وجتنا ردود فعل كبيره، انه الناس ما استوعبت الرأي فيصل الشوشان إلى الآن، أو بالعربي ما رحبت بهذا الرأي. هو فرق بين ما استوعبت وما رحبت. هي ربما يكون في عدم ترحيب من شريحة كبرى من المتابعين، وهذا أمر طبيعي. عملية اختلاف الآراء تجاه وجهات النظر أمر صحي جدا ومهم في الوقت الحالي. صح. أنا يوم تكلمت أمس في كثير كانوا يعتقدون أني أنا قاعد أتكلم بباب ميول هلال أو نصر. وانا يعني اشهد الله انا ما لي علاقه في اللعبه هذه كلها، يعني موضوع هلال ونصر اتحاد واهلي ولا احب ادخل في هذه التفاصيل. انا تكلمت عن حاله عامه، عن وجود عنصر الخبره مع المنتخب في مونديال كاس العالم. اذا جينا تكلمنا عن الوضع الحالي للمنتخب، اكرر الكلام اللي قلته امس، عندنا لاعبين تجربتهم غير مكتمله دوليا ويحتاجون الى وقت واحتكاك اكبر حتى يعني نقدر نقول ان منتخبنا في كاس العالم عناصره مكتمله. والتوفيق بيد الله، نتائج ما نقدر نحكم فيها. مساله انه ياسر القحطاني، وبالتحديد ياسر كان النقاش عليه، وحسين عبد الغني ومحمد الشلهوب، الثلاثه هذول بالتحديد انا يوم قلت يتواجدون ضمن قائمه الأربعين لاعب في كاس العالم، واكدت امس في الحلقه مو بشرط انهم يكونون لاعبين مع المنتخب تشكيله اساسيه، لكن وجودهم ضمن القائمه امر مهم، ولا زلت انا عند رايي عنصر الخبرة مهم جدا. خلينا نسترجع شوي الأسماء اللي موجودة الآن. المنتخب خليط ما بين اللعيبة صغار في السن وما بين اللعيبة لهم تجربتهم في الدوري، ولكن التجربة الدولية عندهم غير مكتملة حتى الآن. عشان ما شاركوا كأس عالم تقريبا، حتى كأس آسيا إذا جينا نتكلم عن احتكاك الحقيقي لكأس آسيا. يعني أنا بتجربة آسيا 2011 لازلنا نتجرع مرارتها. خسرنا من منتخبات سوريا والأردن مع كامل الاحترام لتجاربهم في مجال كرة القدم، بس 4-5 عناصر كانوا في 2007. كيف؟ في التجربة الجميلة 2007 لن تتكرر، أو لم تتكرر، بس العناصر موجودة، مرة و7 ومرة و11 ومرة و15. طيب جينا 2011 هدمنا اللي سويناه في 2007 كله، وخسرنا مع اليابان بالأربعة وبالخمسة، وخسرنا أيضا مع سوريا، وخسرنا من الأردن، وكان أداء هزيل جدا في تلك الدورة. الآن أمامنا كأس العالم، وكان محور النقاش في البداية أنه ما نبغى، كلام الأخ دباس الدوسري، أنه ما نبغى نتلقى نتائج ثقيلة في كأس العالم. وهذا أيضا عنصر مهم. طيب أنا كيف أقدر أسوي توليفة كاملة للمنتخب ممتاز في المونديال إلا في ظل وجود عناصر الخبرة. عناصر الخبرة في حالة احتقان على ياسر القحطاني من الجمهور الهلال في الوقت الحالي شأنهم. ممتاز. في عدم ترحيب من النصراويين بحسين عبد الغني ايضا شأنهم. انا تكلمت عن حاله عامه، وكونهم هم اللعيبه الثلاثه تقريبا حتى الان اللي لهم تجارب دوليه وما زالوا يمارسون كره القدم. عفوا فيصل، حدثني حتى لو اختاروا ياسر يا دقيقه ابو عنا برضه حتنتقده. لو اختاروا ياسر القحطاني صدقني انت اول واحد حينتقده. ممتاز. خلي سالم، حدثني عن حاله فنيه فيصل، يعني كيف في مساله اختيار ياسر؟ تقول جمهور الهلال، بغض النظر عن جمهور الهلال، وحتى في حاله حسين عبد الغني. جميل. ماذا قدم ياسر القحطاني عشان يضم للمنتخب؟ بس خلينا نذكر بشيء، ترى فيصل امس كان يقول ان الراي في حديث الامير نواف بن سعد في مساله الحديث عن وجود الشرهوب وياسر، قال افصلوا بينهم، الشرهوب قاعد يفيد الفريق فنيا وياسر مو قاعد يفيد الفريق فنيا. كيف يطالب بضمه الان؟ ايوه، وبعدين طالب بضمه، فعشان كذا بعدين هو قال لا احتاجها للخبره. بس بعطيك معلومه، تفضل. ارجع واكرر، انا اقول لك ضمن قائمه الأربعين لاعب، مش بالضروره ان اللاعب يشارك. يفرق معك. اللاعب في غرف الملابس، يفرق اللاعب في معسكر. نعم يفرق، وله دور، وله دور مهم ايضا. لما اقول لك امس فرق بين الشلهوب وياسر، انا ما اقول أكيد فنيا بس. داخل الملعب عطاء فني، لياقه، اداء حتى داخل الملعب، لكن وجودهم مع المنتخب انا اشوفه مهم. ما هو المساله ممكن. ما هي تكريم لا للشلهوب ولا لياسر ولا لحسين، ترى انها حاجه، انت ترى انها حاجه اي، بس وجودهم مهم. ممتاز. طيب. سالم،